أطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ليلة الأول من يوليو في العاصمة نجمينا، مما تسببت في أضرار كبيرة، الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو قبل مغادرته العاصمة نجمينا متوجها إلى مالي بتكليف رئيس الوزراء فايمي باداكي ألبير للوقوف على حجم الأضرار والخسائر. تقرير خالد موسى الحاج. شهدت العاصمة نجمينا في 30 من يونيو 2017 أمطارا غزيرة مصحوبة برياح قوية أدت إلى إحداث خسائر مادية كبيرة بالمباني والممتلكات. ففي الدائرة الأولى، كما هو الحال في بعض الدوائر الأخرى، تسببت الأمطار الغزيرة في نزع سقوف بعض المنازل وسقوط الجدران وقلع الأشجار، بالإضافة إلى قطع الأسلاك الكهربائية. وفي هذا السياق لم ينجو أسطول القوات الجوية التشادية من الخسائر، إذ لاحقت الأضرار بجزء من الطائرات. رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو، والذي كان في طريقه إلى العاصمة المالية باماكو ولدى سماعه بالخبر، أعطى تعليمات إلى رئيس الوزراء فاهيمي باداكا ألبير وأمين عام رئاسة الجمهورية ناغومي أماسوم بالنزول إلى الموقع لمعاينة حجم الأضرار والخسائر، وكان برفقتهما وزير الأمن العام أحمد محمد باشر ممثلا لوزير الدفاع. وبمعاينة المكان بالنزول إلى المطار، تبين أن حجم الخسائر كان كبيرا، إذ أن حظيرة الطائرات دمرت بفعل الرياح القوية، مما عرض جزءا من الطائرات التي بداخلها إلى الأضرار. يمكن القول أن هذه الطائرات المتضررة انتهى أمرها وأصبحت خارج نطاق الخدمة، والسبب أن حظائر الطائرات لم يتم بناؤها وفق المواصفات والمعايير المطلوبة. وبما أننا ما زلنا في بداية موسم الخريف، فإنه من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على باقي الطائرات السليمة. وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة جاهدة لحل الأزمة الاقتصادية، تجيء هذه الحادثة الغير مسبوقة لتضاعف من حجم الخسائر.